يواصل تحالف الوطني العمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الأهالي من الفئات الأولى بالرعاية في محافظة مطروح خلال شهر رمضان الكريم. كتف كتفك وما فيش ولا فرصة نفوتها والخير بينا وهيفضل جوانا انا وانت مع بعض الدنيا بتتغير والخير لو من شافه صغير تصبح تلاقي في وقت قصير سايب ذكرى ومدام عايشين هتلاقي الخير فيها بالملايين ونفاق السكة هنفضل فيها ماشيين هنكمل فيها وهنكبر. بدأنا برنامجنا السنة دي بشهر رمضان المبارك ب 10,000 كرتونه، تم توزيع 10,000 كرتونه على مستوى محافظه مطروح، وبدانا برنامجنا الاخر في المواعيد الرحمن مائده في مدينه الحمام ومائده في راس الحكمه، بنطلع حوالي 47,000 وجبه في شهر رمضان الكريم للاسر الاكثر احتياجا، وبنطلع يومي 1500 وجبه على مستوى الموائد و650 وجبه سخنه بيطلعوا خارج الموائد يوميا ما بين مدينه راس الحكمه حتى مدينه الحمام والضبعه، بيطلع 650 وجبه، وده يعني تحت توجيهات ورعايه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. مفيش اقوى من المصريين لما بيتجمعوا على اي حاجه، فما بالك لما يتجمعوا على الخير. بس السنه دي لمتنا غير،